تحت رعاية اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، أقيم حفل تخريج إحدى دورات المستجدين بالحرس الملكي، وذلك بحضور المقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. بعد عزف سلام قائد الحرس بدأ حفل التخرج بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعدها قام سموه بتفقد طابور العرض، ثم قدم عرض عملي من قبل الخريجين واشتمل على المسير العسكري. بعدها تم تقديم إجازة عن الدورة وما تضمنته من برامج نظرية وعملية وتدريبات عسكرية ومهارات ميدانية وفق منهج علمي متطور وتمارين تطبيقية نفذت خلال مراحل انعقاد هذه الدورة، بالإضافة إلى دورة الحرس الملكي. ثم تفضل سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بتوزيع الشهادات والجوائز التقديرية على المتفوقين في الدورة، بعدها أدى الخريجون القسم القانوني. أشاد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بالروح المعنوية العالية التي لمسها من الخريجين والمهارات العسكرية التي اكتسبوها خلال الدورة، مؤكدا على أنه بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بدعم قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، بأن هذه المهمة ستتواصل وتستمر جيلا بعد جيل في الدفاع عن هذا الوطن. وقدم سموه الشكر إلى مدربي الدورة على الجهود الطيبة التي بذلوها للوصول للمستوى الاحترافي المتميز الذي ظهرت به الدورة ودورة الحرس الملكي، وحث سموه الخريجين على مواصلة العطاء وحمل هذه الأمانة والجدية في العمل والتحلي بالصبر والقوة بروح العزيمة والإصرار والتضحية في الدفاع عن الوطن العزيز وبذل الجهد والمثابرة للتحصيل العسكري، متمنيا لهم وللجميع التوفيق والسداد. حضر حفل التخرج اللواء الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي، واللواء الركن صلاح راشد السعد مدير التدريب العسكري، وعدد من ضباط الحرس الملكي وأهالي الخريجين.